ولمزيد من المعلومات حول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الشرق الأوسط ينضم إلينا في الاستوديو السيد شو شياو لونغ الصحفي في وكالة شينخوا للأنباء. أهلا بكم. في البداية لو نسلط الضوء على المغزى والنتائج الهامة للزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى منطقة الشرق الأوسط في الدول الثلاث السعودية ومصر وإيران. أولا هذه الزيارة تعتبر تكميلا مهما للدبلوماسية الشاملة الصينية، حيث طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مفهوم الدبلوماسية الشاملة ذات الخصائص الصينية في عام 2014. والحقيقة هذه الزيارة حققت نتائج إيجابية ملموسة كثيرة، ومن الصعب التحدث عن كامل هذه النتائج وأركز على الاقتصاد والتجارة والطاقة رئيسيا. وبشكل عام قامت الصين بتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة الحزام الطريقة مع الدول الثلاث، مع السعودية ومصر وإيران. نعم، وقام الصين بتعزيز التنسيق مع الدول الثلاث بشان مكافحة الإرهاب المنتشر في المنطقة وفي العالم أيضا. وبشكل تفصيلي وبالنسبة إلى السعودية، قامت الصين والسعودية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبذلك قد حتى الآن قامت الصين هذه الشراكة الشاملة مع ثلاث دول عربية وهي الجزائر ومصر والسعودية، كما أقامت الشراكة الاستراتيجية مع خمس دول عربية أخرى مثل الإمارات وقطر والسودان والأردن والعراق. هذه العلاقة الوثيقة مهمة لدفع التعاون بين الصين والسعودية. وبالإضافة إلى ذلك، قالت رئيس الصين شي جين بينغ إن الصين تريد زيادة حجم تجارة الطاقة مع السعودية، واتفق البلدان على إجراء تعاون مستقر وطويل الأمد في مجال الطاقة. كما اتفق الصين ومجلس التعاون الخارجي على تعزيز التعاون في هذا المجال، والصين مستعدة لبناء سوق مستقر ودائم للطاقة من دول مجلس التعاون الخارجي. هذا الموقف الصين مهم لهذه الدول، ونعلم أن الأسعار النفط الدولية انخفضت كثيرا من عام 2014، وأغلب يعني كافة المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم يريدون زيادة الحصص في سوق الصين، لأن الصين أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم. فهذا الموقف الصين الإيجابي سيواصل تقديم الدعم لدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة، في مجلس التعاون الخارجي، لأن هذه الدول تعاني من ضغوط مالية كثيرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وبالإضافة إلى ذلك، الصين ومجلس التعاون اتفقت على التوصل إلى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين الجانبين خلال هذا العام. هذا سيدفع التطور الشامل والأسرع لدفع التجارة الصناعية في المستقبل. هذا مهم للصين والسعودية ودول الأخرى في مجلس التعاون الخارجي. وأما بالنسبة إلى مصر، في الحقيقة هذه الزيارة مشجعة جدا بالنسبة إلى مصر، لأن هذه الدولة تحتاج بشكل مريح إلى الأموال والتكنولوجيا في عملية دفع نمو الاقتصاد وتحسين المعيشة. ونعلم الصين ومصر قامت بتوقيع خطط لمدة 5 سنوات بشان تقوية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتخطي هذه الخطط شتى المجالات. وكما الصين تريد تعزيز التعاون مع مصر لبناء منطقة التعاون التجاري والاقتصادي الصينية والمصرية، هذه المنطقة ستجلب عددا من الشركات الأجنبية إلى مصر وتخلق استثمارات استثمارات. وكما قامت الصين بتوقيع اتفاقية واسعة مع مصر بقيمة نحو 15 مليار دولار حسب وسائل الإعلام المصرية. فكما قال رئيس الصين ستشارك بنشاط في
تنفيذ مشروعات رئيسية في مصر مثل بناء عاصمة إدارية جديدة وتنمية محور قناة السويس. فهذه الإجراءات ستعزز الدعم المالي والتكنولوجي لمصر. وفي الحقيقة الآن مصر والصين تمر بفترة ذهبية، يعني العلاقات الثنائية تمر بفترة ذهبية. من توطيد هذه العلاقات الثنائية بين نعم البلدين. نعم وأما بالنسبة إلى إيران، قامت الصين الشراكة الاستراتيجية الشاملة أيضا مع إيران، وتعمل على توسيع التعاون مع إيران في شتى المجالات، الاقتصاد والتجارة والطاقة التقليدية والبنية التحتية. والصين تريد المشاركة في بناء السكك الحديدية والطاقة وتعزيز التعاون الثنائي في المعدات الهندسية في إيران. هذا مهم لإيران لأن إيران ظلت تعاني من العقوبات الاقتصادية من لفترة قبل طويلة. نعم من فترة طويلة من قبل الدول الغربية، ومع يعني تماشيا مع قيام الدول الغربية برفع هذه العقوبات تدريجيا، هناك يعني مجال يعني فرصة تجارية جيدة أيضا للشركات الصينية. في الحقيقة هذه الزيارة لا تفيد هذه الدول الثلاثة فقط، بل تفيد الشرق الأوسط بالكامل. ككل. نعم، فمثلا قال الرئيس الشي في خطابه أمام جامعة الدول العربية إن التنمية هي السبب الرئيسي للاضطرابات في الشرق الأوسط، ومن أجل تسريع عجلة التنمية في هذه المنطقة الصين ستشارك في بناء الحقائق الصناعية في هذه المنطقة، بينما ستقدم قروضا بقيمة 15 مليار دولار لشرق الأوسط لدفع العملية الصناعية أو عملية التصنيع في هذه المنطقة، وأيضا ستقدم قروضا تجارية بقيمة 10 مليارات دولار في شتى المجال خاصة في الطاقة الإنتاجية، كما ستقدم قروضا تفضيليا لهذه المنطقة. وحتى الآن قد أقامت الصين صندوقين مع كل من الإمارات وقطر، والقيمة الإجمالية بلغت 20 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاستثمار الصيني في الشرق الأوسط. وبالنسبة إلى سوريا، الصين دعت إلى حل إيجاد حل سياسي للأزمة لأزمة في السورية. سوريا، كما الصين ستواصل تقديم مساعدات إنسانية جديدة في هذا العام، حيث ستقدم هذه المساعدات بقيمة 230 مليون يوان صيني للشعوب السورية واللبنانية والأردنية واليمنية. وبالنسبة يعني كما دعا رئيس الصين إلى عدم تهميش قضية فلسطين، ودعت المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود تسوية هذه القضية، بينما الصين ستقدم مساعدات نزيهة بقيمة 50 مليون يوان لفلسطين، وستشارك في تقدم دعم لبناء محطة كهرباء شمسية في هذه المنطقة. ففي الحقيقة هذه الزيارة حققت هامة نتائج جدا. ملموسة، وأيضا هذه النتائج تجسد الشخصية المميزة والقوية لرئيس الصين شي جين بينغ. نعم، السيد تشو شياو لونغ الصحفي في وكالة شينخوا للأنباء، شكرا لحضوركم.